كاتبة كويتية متخصصة في عالم الطفل حصلت مؤخرا على جائزة الشيخ راشد بن حميد للمرة الثانية، لتكون أول كويتية تحصل على هذه الجائزة مرتين، وتم تكريمها كذلك في معرض كتاب الطفل في تونس. نرحب بالكاتبة الأستاذة أمل الرندي، حياك الله معنا. أهلا بك سعيدة. أنا أسعد. أكيد الموضوع أنك تحصلين جائزة مرتين وتكونين متخصصة في الطفل هذا أمر جميل جدا، وأيضا صعب في نفس الوقت علشان توصلين رسالة للطفل تحديدا. شنو هو سر اهتمامك بالطفل من كتابة وتأليف وتعليم؟ والله أول شيء هو تخصص. أنا خريجة جامعة حلوان القاهرة، نعم، قسم رياض أطفال، وكنت بدرس مادة أدب طفل. فاكتشفت ان انا بحب ادب الطفل عن طريق دكتوري، وهو من رواد ادب الطفل، دكتور يعقوب الشاروني. نعم، فكانت الشراره الاولى ان في هوايه وفي موهبه لكتابه ادب الطفل، واول قصه كتبتها تم نشرها في مجله نص الدنيا ايه ما وانا شاء في الله الجامعه. ما شاء الله. زين، حصلتي على جائزة الشيخ راشد بن حميد للمرة الثانية، كلمينا عن هذه الجائزة تحديدا. فزت السنة اللي فاتت بجائزة الشيخ راشد بن حميد قصة نجم المستطيل الأخضر، نعم، وهي تدعو إلى التسامح. والسنة دي الحمد لله على التوالي فزت بالمركز الأول في جائزة الشيخ راشد بن حميد نعم بقصة أجمل عقاب، وهي أيضا تدعو إلى التسامح نعم ولكن بشكل أكثر عطاء وكرم. نعم جميل. الرسائل اللي تختارينها علشان توصلينها للطفل من ناحية القصص اللي تذكرينها، هل هي رسائل يعني تصعب عليك كتابة القصة نفسها؟ طبعا لازم لكل قصة هدف ولكل مرحلة عمرية أسلوب محدد بيكتب فيه الكاتب، فأنا حريصة في كل مرحلة عمرية يكون في أهداف مناسبة لمرحلة الطفل. هنا لمرحلة الطفولة المتوسطة دايما بحب أغرس القيم الإنسانية والأخلاقية، لأن نعم إذا ما زرعناش القيم الأخلاقية والإنسانية هيكون صعب جدا تزرعيها في الطفل أو في الإنسان وهو كبير. صحيح فبشكل سلس وانسيابي بتكون في أحداث القصة وبيكونوا دايما الشخصيات إيجابية. نعم. يا ريت لو تكلمينا عن تفاصيل قصة عفوا اللي بيدت. نجم المستطيل الأخضر، نعم طبعا من العنوان دايما أنا بكون حريصة أن العنوان يكون جاذب للأطفال، لأن كل ما يكون العنوان فيه جذب أو قريب ليهم بيساعدهم أن هم يتصفحوا صحيح القصة. فطبعا هنا نجم المستطيل الأخضر، فمن المستطيل الأخضر معروف، فهي رياضي، موضوع نعم، رياضي. الكرة. ايه فأول شيء بشد الأطفال بالعنوان إن بتتكلم عن الكرة، رياضة محببة لكل الأطفال صحيح حتى البنات دلوقتي وبيشجعوا كرة القدم، فهي بتتكلم على الروح الرياضية والمنافسة الشريفة في الملعب. نعم حرصت في طريقة الإخراج نفسها إنها تكون يعني تشد الطفل من خلال عرض شخصيات القصة في الخلفية، يعني عملت إخراج شوية مختلف وجذاب بحيث إن الطفل يتعرف على شخصيات القصة، حلو كل شخصية، القدوة الحسنة، القدوة التربوية، الأب الحكيم، الأخلاق التسامح ليوسف، نعم يعني فكل شخصية بتهدف لشيء بحيث أن الطفل يبتدي ينسجم مع الأحداث من خلال السرد جميل، نفسه. وايد وايد حلوه اهتمامك بالتفاصيل هذه. كذلك ايضا تم تكريمك في تونس في معرض كتاب الطفل العالمي، حدثينا عن هذا التكريم اكثر. هو طبعا كان في مشاركتي في معرض تونس للكتاب الدولي الاسبوع السابق، كان بالصدفه مع الاحتفال بيوم كتاب الطفل العالمي يوم 2 ابريل، نعم فهم بحكم تواجدي هناك وحصولي على اكثر من جائزه وشيء متخصص في الاطفال، فهم حرصوا ان يتم تكريمي في اليوم العالمي لكتاب الطفل، وفعلا تم تكريمي وحضر يعني مسؤول من السفاره ايضا، نعم وكان تكريم رائع لانه كنا يعني مع مجموعه من الاطفال من الوطن العربي. جميل. ايضا يعني رويتي القصص كثيره وشاركتي فيها من خلال ورشه القراءه في تونس اللي ذكرتيها للتو، شنو كانت نوع المشاركه هذه؟ كنت بعمل قراءة قصص تفاعلية، حلو يعني الطفل ما بيحبش يكون سلبي، صح كل ما بتشاركيه كل ما بيكون تفاعله إيجابي معاكي وبيكون طول فترة الورشة هو متفاعل. فكانت اي قصه بسردها على الاطفال، يعني مثلا قصه نجم المستطيل الاخضر عن التسامح، كانت من خلال المناقشه والحوار وان الطفل نفسه بشجعه انه يقوم يقرا جزء من القصه ايه ويختار الشخصيه اللي يفضلها. وايد حلو فاللي اسعدني فعلا ان الاطفال كلهم يعني ابتعدوا عن شخصيه داري وهو القدوه السيئه للعب، رغم ان هو بيتسم بالمهاره العاليه ولكن هو كانت اخلاقه غير حسنه. نعم واختاروا شخصيات متنوعه، اختاروا مدير المدرسه، اختاروا الاب، اختاروا
يوسف اللاعب المتسامح، ومن هنا فكرة غرس القيمة الأخلاقية من خلال المناقشة وأحداث نعم. القصة. إنزين أستاذة أمل، هل في صعوبة كبيرة للكتابة للطفل تحديدا، خاصة أن الطفل يحتاج إلى مثل تدقيق في المادة اللي تعطينها له أو تعرضينها له؟ طبعا طبعا لازم بتكون، يعني لو مثلا في خلال تواجدي في المعرض كل مرحلة عمرية، إذا نفرض كان في عدد كبير من الأطفال مرحلة الطفولة المبكرة، القصة هتكون غير مناسبة كبيرة عن عمرهم، صح. فلازم إن أنا أختار قصة أخرى تناسب أعمار الأطفال عشان يقدروا يتناقشوا فيها. نعم. فمهم جدا أول شيء في كتابة أي قصة لأي مرحلة موجهة، وإيه الهدف، ويا ترى الهدف مناسب للأطفال، فمن هنا بتبتدي تنطلق الأحداث. اي نعم. زين دائما ما احنا نعرف ان كتابه الكتابه للاطفال قائمه على القصه تحديدا، وهذا ما انت تطرقتي له بشكل عام. هل يعني لكل فئه عمريه ممكن ان تتطور القصه وتتطور احداثها بحيث ان ايضا المفردات اللي تنحط تكون بشكل اعمق واكبر؟ طبعا اكيد، بس ممكن يعني ولي الامر نفرض عنده طفل في مرحله الطفوله المتوسطه واشترى القصه، ممكن هو يبسط القصه ويسردها للطفل الاصغر بحيث ان الطفل يقدر يستوعبها. صحيح. لكن انا بكون محدده دايما ان القصه لاي مرحله عمريه عشان اساعد ولي الامر انه يختار القصه المناسبه. كمان بتكون عدد الصفحات اقل لان الطفل في المرحله الطفوله المبكره لا يتحمل صح القصة اللي بيكون فيها يعني موضوعات طويلة وكبيرة، بالإضافة إن الرسومات الطفل يقرأ الصورة ولا صح يقرأ الكلمات في المرحلة الأولى، فمهم جدا تكون الصور معبرة عن أحداثها عشان تشد الطفل. نعم جميل. زين شلون تشوفين الاهتمام هنا في الكويت بتحفيز الطفل للقراءة أو إنه هو يختار هذه النوعية من الكتب؟ طبعا هو في أنشطة متنوعة للأطفال سواء من المجلس الوطني أو في معرض الكتاب، وكنا لسه في مؤتمر والأمس عن حقوق الطفل، حقه في ثقافة، حقه في المعرفة، ففي أنشطة متنوعة بتقدم للأطفال، وفي كتاب نعم. أيضا يعني بيبقوا حريصين على كتابة لكل مراحل الطفولة. نعم جميل. كثير من أولياء الأمور أكيد السؤال الأكثر شيوعا هو شلون أختار الكتاب المناسب لطفلي، فشنو تنصحينهم؟ أول شيء لازم مشاركة الطفل في شراء القصة، لأن الطفل إذا تشارك في القصة وكان في حوافز وفي وقت محدد في البيت لقراءة القصة أكيد الطفل هيقدم. نعم. كمان القدوة، إذا أنت أردت أن الطفل يقرأ القصة عليك أنت حتى لو تمثل أنك تقرأ قصته نعم. أو تقرأ أي كتاب آخر، لأن الطفل بيقلدنا. كلنا دلوقتي ماسكين الأجهزة الحديثة والطفل بدون ما نقول له تفضل الجهاز هو صح. بيقدم على الجهاز، فمهم جدا يكون في قدوة ويكون وقت محدد لقراءة القصة لأنها بتكون علاقة اجتماعية سواء مع الأب أو مع الأم. صح. فمهم إن احنا نناقش أولادنا، وكمان من المناقشة بنزود مفرداتهم اللغوية. من ناحية الوقت، هل هناك يعني يفرق الأثر إذا مثلا قريت حق الطفل القصة قبل ما ينام أو إنه في وقت الظهيرة بعد ما يرد من المدرسة، هل الوقت عامل مهم؟ هو يفضل في الفترة المسائية على أساس أن الطفل بيبقى خياله خلاص هو في مرحلة استرخاء، فخياله بينتعش أكتر وبيبقى طول الليل بيفكر في أحداث القصة. لكن نفرض أن أحيانا مع ضغوط العمل واليوم الطويل المهم ان في وقت محدد يكون دايما الام او الاب بتكون مع ابنها بتشاركه فكره قراءه القصه، ويا ريت يروحوا المكتبه مع بعض. صح. يعني لو الطفل اتعود من صغره زي ما بيروح اي مكان ترفيهي بيروح المكتبه هيتعود على المكتبه، هيحب المكتبه وهو هيقدم لما يكبر عليه. نعم. شكرا لك استاذه امل الرندي على حضورك وتواجدك، والله يوفقك يا رب في القادم. مشاهدينا كانت هذه حلقتنا اليوم، نتمنى انكم استمتعتوا واستفدتوا منها بكافه ضيوفنا اللي كانوا موجودين معنا. نلقاكم على خير ان شاء الله في حلقات قادمه، فمان الله.